بالتأكيد تعرف هالك، هذا الوحش العملاق الأخضر الذي تحول من إنسان في معمل إلى وحش أخضر ذو عضلات قوية شبيه بالإنسان لكنه هائل القوة. هل ترغب في معرفة نظيره في عالم الكلاب؟ يوجد هالك أيضا في عالم الكلاب، إنه أمامك الآن. هذا الوحش العملاق الذي يعتبر أضخم كلب بيتبول في العالم، هل تريد أن تعرف عنه أكثر؟ تابعونا. أهلا بكم في قناة جوابك، هذا هو الملاكم مارلون مالك الكلب هالك، فكان ملاكما في السابق وأنهى مسيرته في الملاكمة بسبب إصابة في اليد. منذ سنوات بدأ مارلون وزوجته ليزا رحلتهم مع تربية الكلاب وتدريبهم، فبدأوا بإنشاء مزرعة تدريب بعدد كلبين فقط، لكنهم لم يتوقعوا أنهم سيمتلكوا هذا الكلب العملاق ذات يوم، والذي تحول فيما بعد مصدر شهرتهم وتسيير لحالتهم المادية خاصة بعد ولادتها. يبلغ وزن هالك 173 رطل أي 78 كيلوغرام، وهذا ما يجعله أكبر كلب في سلالته، فحجمه يصل إلى 3 أضعاف أي كلب بيتبول آخر، ويعد أحد أكبر كلاب الحراسة المدربة في العالم. كلاب البيتبول معروف عنها بأجسادها القوية وفكها المميت، فبالتأكيد أكبر كلب من هذه السلالة لن يصلح للبيت أو التعامل مع الأطفال، أليس كذلك؟ يرفض مارلون هذا المبدأ ويقول: بالرغم من ضخامة هالك وقوته الشديدة، إلا أنه في الحقيقة كلب وديع للغاية وعطوف على الأسرة، حيث يلعب معنا جميعا ويسمع الأوامر ويجعل طفلنا يركب عليه كالحصان وينام معه، فهو يرحب بذلك كثيرا ولا يصدر أي سلوك عدواني تجاه الطفل. ويقول أن البيتبول لا تذكر في وسائل الإعلام إلا بالسيء، فدائما يقال عنهم أنهم وحوش مفترسين فقط، لكن هذا الحصر ليس حقيقيا. ربما هذه السلالة ليست صالحة للجميع، لكنها تحت التدريب السليم تصبح أكثر من رائعة. وقالت ليزا: نحن نعلم أنه قوي، فهو يستطيع بعضته أن يخترق جسم أي إنسان، ولكننا نأتمن ابننا مع هالك بنسبة 100%، وبالرغم من قوته لأنه لا يستخدم تلك القوة إلا في الحراسة والتدريب. ويضيف مارلون بأنه يجب عليه تدريب هالك جيدا على الحراسة وطاعة الأوامر، فبدأ تدريبه على الحراسة ومهاجمة اللصوص في السيارات وحماية الأسرة، وبالفعل نجح في ذلك كثيرا. هالك يأكل يوميا من 1.5 إلى 2 كيلوغرام من اللحم، بالإضافة إلى دراي فود، وكل فترة يأخذونه للطبيب للاطمئنان عليه. عندما رفع مارلون وزوجته ليزا صورة هالك وفيديوهات له على الإنترنت، ذاع صيته بشكل كبير واشتهر بسرعة كبيرة، وتوجهت لمارلون العديد من العروض لبيع هالك بأسعار متفاوتة تصل ل100,000 من الدولارات، ولكنه رفض رفضا تاما وقال: أنا لا أستطيع أن أفرط في هالك، فأنا أعتبره جزءا من العائلة، وأعلن أنه ليس للبيع. وهالك لا يجلب لمارلون الشهرة وحسب، ولكن عندما ينجب جراو صغار فإن مارلون يبيعها بثمن باهظ. فلتشارك في مناقشة الحلقة بما رأيك بالكلب هالك، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلك كل ما هو جديد.